لو الحكايه فيها ان فيتو معلم محمد احنا دلوقتي في جريده فيتو نزلت السوق عشان تشوف مدى اقبال الناس على شراء تذكره عيد السنه. هل تغير عن السنه اللي فاتت؟ يعني نسبه البيع كبيره ولا زي معدل السنه اللي فاتت؟ لا يعتبر معدل السنه اللي فاتت. طب الاسعار، الاسعار شكلها يعني عاليه ولا لا؟ النسبه زادت شويه عن السنه اللي فاتت بس مش كتير، يعني نسبه الغلاء مش كتير، يعني يعتبر شبه زي ما هي 2 جنيه 3 جنيه. يعني زيادة في كيلو اللحمة الضان السنة دي عن السنة اللي فاتت، عن السنة اللي فاتت 2 3 جنيه بس، ب 2 3 جنيه بس، يعني لا تذكر، يعني لا الزيادة لا تذكر، زيادة لا تذكر. اه يعني هل انت يعني تتوقع ان هتبقى في نسبة شراء برضه من ناس كتيرة ولا هيبقى في ركود شوية في الضان السنة دي في العيد؟ لا والله السنة دي يعتبر الجو كويس، يعني بالنسبة للشراء الجو كويس. طب يقال ان في بعض اللحوم بتيجي مصابة، الناس تعرف ازاي ان اللحمة دي فيها عرض او مصابة او فيها اي حاجة ممكن؟ يعني ايه نصيحتك للراجل اللي رايح يشتري؟ والله هي بترجع برضه بيبقى يعني حتة الثقة بين الزبون والجزار، ان هو مثلا بيبقى بيتعامل معاه بيثق فيه، ليه نايب مع الناس كتير. انما في ناس بتقبل على الشوادر الحاجات اللي بتتعمل في العياد بس بتتحل بعد كده، دي اللي بتبقى غير لخبطه. لكن انما بالنسبه للمحلات واللي ليها اسم بيبقى صعب ان هو يضحي باسمه وبتاعه وموجود ان هو يجيب حاجه زي كده. انما بقى الشوادر اللي بتتعمل موسمي دي اللي بيبقى فيها اللخبطه وبتاع الشغل. لكن هو الزبون بتاعك موجود بيجيب من السنه وهو اللي معايا كل الزياده سواء كانت جنيه او 2 جنيه. لان هي يعتبر برضو الناس شاعرة ان الحاجه كلها مش اللحوم بس. يعني الزياده طرقت على الحاجات كلها، يعني السنه على جميع السلع. السنه دي حاج محمد يعني الفقير هياكل لحمه ضاني؟ هياكل لحمه ضاني. هياكل لحمه ضاني. والاسعار كام بقى اللحمه السنه دي؟ يعني الضاني ب 75 جنيه. طب ده زي يعني السنه اللي فاتت حوالي 5 جنيه اهو، مش 2 جنيه 3 جنيه. لا ما هو ما احنا بقى يعني ايه، انت بتقيس عليا مثلا ايه؟ في ناس كانت بتبيع السنه اللي فاتت ب 75. انا كنت ببيع 70 68 رينج ده. يعني نقول احنا نقول الناس، انما كان في السنه اللي فاتت ناس باعت ب 75 جنيه طن. يعني احنا نقول السنه دي ان شاء الله اللحمه متوفره وسعرها متوفره وهادي. وبالنسبه للسلع الثانيه اللحمه سعرها كويس. بالنسبه للسلع اللي زادت اللحمه يعتبر سعرها كويس ومتوفره وموجوده وبجوده عاليه والحمد لله ما فيش امراض ولا فيش. الحمد لله وان شاء الله السلامه.